بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الحامدين، نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستعينه ونستغفره ونسترضيه ونستمنحه منائحه وعطاياه، فهو الحنان المنان، ونحن الفقراء المحتاجون، وهو الغني عن العالمين، وبرغم غناه والجواد الكريم، برغم معاصينا يعطينا، فنحن نسأله وقد وعد الإجابة. فنسألك يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على سيد المرسلين، واسطة عقد المرسلين، الذي ارتضيته لنفسك ولخلقك، فارتضيته لنفسك خليفة ولخلقك رسولا ونبيا، فنسألك به متوسلين وبه متعلقين وبه متأسين أن تقبل أعمالنا، وأن تيسر أحوالنا، وأن تنير بالمعارف قلوبنا، وأن تفرج من قدرات الأغيار كروبنا، وألا تخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا كما أخرجت أهل بدر منها، الذين قال فيهم رسول الله: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأخرجنا من هذا الشهر الكريم على هذا الحال يا رب العالمين، معتوقي النيران، مجبور الخاطر، صالح البال والحال، في الدنيا والآخرة، وفي الذرية والمال، والجيران والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة الحكم العطائية للسيد الإمام الفاضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. قيد الطاعات بأعيان الأوقات لئلا يمنعك عنها وجود التسويف، ووسع عليك الوقت ليبقى لك حصة الاختيار. افهم حكمة عظيمة من الحكم الجليلة التي تبين أن التكليف ما هو في الحقيقة إلا للتشريف، وأن الشرع الشريف ما جاء إلا لتشريفك، لأنك مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، فلما كرمه خلقة وكرمه منحة كرمه أيضا تكليفا، فشرفه بالتكليف. فقال: قيد الطاعات بأعيان الأوقات لئلا يمنعك عنها وجود التسويف. علم أنك كسول ضعيف، فلو أمرك بطاعة دون تحديد وقت لسوفت إلى أن تعجز عن أدائه، ولكن أراد أن يكرمك بطاعته لأنه علم ألا سعادة لك إلا بالتعلق بمولاك، فأراد أن يسعدك به، فأمرك بطاعة وحدد لها وقت معلوم حتى يمنعك من التسويف، لأنك ضعيف وكسول. لأنه لو قال لك صلي دون أن يحدد لك وقت لقلت: عندما أفرغ من كذا أصلي، وعندما أنتهي من كذا أصلي، وعندما أستيقظ أصلي، وعندما أذهب أصلي، والمشاغل لا تنتهي، فتسوف وتسوف وتسوف، فتحرم شرف التكليف والاتصال به. ولكن لكونك عبده نسبت إليه، وأنت جعلك سيدا في الأكوان، بل ما خلق الأكوان إلا لأجلك أنت لتعلمه، فإذا علمته عرفته، فإذا عرفته عبدته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقنا لنعبد، وخلق الأكوان لنا لنعلم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، كأنه خلق السبع سماوات وما فيها، وهذه الأكوان العظيمة وما فيها، وكمال القدرة التي يعجز عنها إدراك عقل العقلاء،
كل هذا من أجلنا نحن لنعلم. وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل ما في السماوات والأرض مسخر لخدمتك أنت أيها العبد، والذي ركاك إلى هذا لا كونك عبد بل لكونك عبد لربك لله، فإن كنت عبدا لله صارت الأكوان لك خادمة، وصارت الأكوان لك مخلوقة من أجلك مسخرة لك. فإذا كانت الأكوان خلقت لأجلك فأنت لما خلقت؟ خلقت لتشرف بالتعلق بمولاك. ولكن لما خلقك خلقك ضعيف، وخلقك عجول، وخلقك تركن للشهوة العاجلة، علم فيك ذلك واختبرك بذلك وأراد أن يبتليك بذلك، فأراد أن يأخذ بيدك من وسط هذا الاختبار، فقيض لك طاعات في أوقات معلومة لتتعلق به، فلا تتعلق بالتسويف ولا بالعجز، بل تقيد الطاعات في أوقات معلومة. شفت حكمة الشرع؟ فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، وجعل الشمس علامة على دخول الأوقات، فتعرف دخول وقت الصبح بحركة الشمس، ودخول وقت الظهر كذلك بحركة الظل التي هي ناشئة عن حركة الشمس، ثم بعد ذلك وقت العصر إلى الاصفرار، ثم بعد ذلك غروب الشمس، ثم بعد ذلك غياب الشفق فيدخل العشاء، ثم بعد ذلك انفجار الفجر فيدخل الفجر، وهكذا. وكأن الأكوان كلها تسير لتأخذ بيدك إليه وتدلك عليه، فقيد لك الطاعات بأعيان الأوقات، كأنه خلق الزمان والأوقات لتحديد مواعيد الطاعات التي ما هي إلا تعلقات به، حتى لا تفقد التعلق بمولاك في سعة الأكوان. ثم علم أنك تسوف، ثم علم أنك أحيانا تكون مشغول ببعض الأشياء المتعلقة بضعفك البشري، تكون مهموم بأمر، قائم بعمل، لأنه أمرك بعمارة الأرض، وأمرك بالزواج والإنجاب والقيام بحق الزوجة والأولاد، وأمرك بمراعاة حقوق العباد، فعلم أنك أيضا قد تنشغل بهذه الأشياء وقت تكليفك بالطاعات، فوسع لك الوقت حتى يبقى لك حصة الاختيار، احترم لك حتى الاختيار، كان قادرا أن يقول لك صل الظهر بمجرد سماع الأذان وينقضي وقته بقدر 4 ركعات، ولكن انظر، جعل وقت الظهر إلى وقت العصر، تستطيع أن تصلي الظهر في أي لحظة من هذه اللحظات الواسعة، فحددها بوقت معلوم حتى تتجنب التسويف، ووسع الوقت حتى تبقى لك حصة الاختيار، احتراما لإرادتك التي خلقها فيك، واحتراما للواجبات التي أمرك بالقيام بها، فأراد حتى ألا يشغلك به بالتعلق به وقت أمرك إلا بنوع اختيار منك حتى تأتيه وأنت مختار لا مجبور. ولذا جعل الزكاة وهي عبادة متعلقة بحولان الحول عام كامل وبلوغ نصاب معين، أو بإتيان المنفعة وآتوا حقه يوم حصاده في زكاة الزرع، فحدد لك وقت معلوم لها، وجعل الحج في أشهر معلومات وفي أيام معدودات حتى تعلم كيف تستعد لها ومتى تؤديها ومتى تفرغ منها حتى تستعد لغيره. هكذا كل الطاعات. وجعل الصيام شهر في العام،
وليس كل اليوم 24 ساعة بل جزء من اليوم، وفرغ لك بقية اليوم تأكل وتشرب كيف شئت، فاحترم فيك الاختيار، وبالرغم من ذلك حماك من ضعف التسويف والكسل بتحديد الأوقات. انظر إلى كمال رحمة ربك بك، كيف أنه شرفك بالتكليف فكلفك في الظاهر وشرفك في الباطن ليأخذ بيدك إلى الجنة بسلاسل التكليف، كأنه قيدك وأخذك من رقبتك إلى النار، كما تأخذ أنت ابنك الصغير وهو يبكي ويولول ويمسح الأرض بقدمه إلى المدرسة لتخرجه من ظلمات الجهل وهو يرفض، ولكن أنت تلزمه وتأخذ بيده وهو يمسح الأرض بقدمه ولا يريد أن يرفع ساقا ولا ساق ويريد أن ينام، توقظه في النهار المبكر وفي اليوم البارد المطير، كل هذا من أجل أن تخرجه من ظلمة جهله إلى العلم. أنت تفعل ذلك مع ابنك، تريد به التشريف في صورة التكليف، فانظر كيف فعل بك ربك هذا تكريما لك وتشريفا. فيقول: قيد الطاعات بأعيان الأوقات، لما؟ لئلا يمنعك عنها وجود التسويف، ووسع عليك الوقت ليبقى لك حصة الاختيار. فرض عليكم الحج مرة في العمر وأنت تعيش 60 سنة و40 سنة و50 سنة و70 سنة و80 سنة و100 سنة، مرة في العمر، ووسع عليك الوقت ليكون لك حصة الاختيار. متى تفعل؟ أنت الذي تختار، وفي الحقيقة هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. علم قلة نهوض العباد إلى معاملته. أغلب العباد يركنوا للكسل وللدعة، طبيعتهم كده، لكن بعضهم قليل منهم، قليل جدا منهم، اللي عنده شغف على الوصول إلى الحقيقة، اللي عنده شغف على الاتصال بالله، حتى أنه لو لم يكلفه يعبده، ولو لم يخوفه يعبده، ولكن هؤلاء قليل ما هم. وأراد الله أن يوسع رحمته فيشمل الناس حتى الضعاف الهمة منهم، فلما أراد أن يوسع همة الناس ويوسع رحمته للناس جميعا حتى الضعاف، لم يهمل الضعيف ولم يترك الأمر للذي اخترق حجاب الأكوان إلى المكون فعبده ولو لم يكلفه. انظر إلى رسول الله عندما نظر إلى سيدنا صهيب الرومي، قال: نعم العبد صهيب، لو لم يخاف الله لم يعصي، لأنه وصل إلى مرحلة ينظر إلى جلال عظمة ربه فلا يعصاه حتى ولو لم يخلق له نار يعاقبه. هذه درجة عالية يصلها بعض العباد، ولكن هؤلاء قليل، قليل، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أراد الله أن تكون سلة من الأولين وسلة من الآخرين. فلما علم قلة نهوض العباد إلى معاملته، أي عبادته، معرفته، التعامل مع الله في الأكوان، الإنسان يتعامل مع الإنسان، فإذا أساء له آخر يقول: أنا أسامحك لأني أعامل الله فيك، أنا لا أعاقبك لأني أعامل الله فيك. فأراد أن يعاملك بخلقه، ولكن العباد قليل الهمة وقليل العدد في من يفعل ذلك بغير إيجاب فرائض عليهم تكليفية. ولذا أوجب في الحقيقة، أوجب في الصورة في الشريعة، وفي الحقيقة أراد لك أن يأخذ بيدك وينهضك إليه. علم قلة نهوض العباد إلى معاملته فأوجب عليهم وجود طاعته. شفت الجمال؟ جعلها واجبة عليهم. لما أوجبها عليهم
كأن فرضها عليهم، فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب: عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. قالها النبي في أسرى بدر، لما جاءوا أسرى بدر مساقين في السلاسل فدخلوا على النبي فنظر إليهم وأعلمه الله أنهم سوف يدخلون في الإسلام، فعجب، فقال: عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. دول جاءوا يحاربوا معادين كفار فأسروا فسلسلوا فدخلوا على النبي فأسلموا فدخلوا الجنة. وعجب هنا بمعنى يري ربك عجائب صنعه وعجائب رحمته وعجائب ألطافه. عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، أوجب عليك وجود طاعته، وما أوجب عليك في الحقيقة إلا دخول جنته. يا سلام، هو أوجب عليك وجود طاعته، هل ليعذبك؟ في الحقيقة أوجب عليك وجوب طاعته ليدخلك جنته. لذا عليك أن تنظر إلى نعمة الشريعة بمنظار الحقيقة، فإذا نظرت إلى نعمة الشريعة بمنظار الحقيقة تشبثت بالتكاليف الشرعية وفعلتها بروح جديدة وبفهم آخر جديد. علم قلة نهوض العباد إلى معاملته فأوجب عليهم وجود طاعته، فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب: عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. أوجب عليك وجود طاعته شرعا، وما أوجب عليك إلا دخول جنته حقا. يبقى في حاجة اسمها شريعة وحقيقة، في حاجة اسمها شريعة، في حاجة اسمها حقيقة. فالشريعة في ظاهرها وجوب وفي باطنها تشريف، لأنك لو لم يشرع لك ما يوصلك إليه لعبدت كل شيء سواه فحقرت نفسك. انظر إلى من لم يهديه الله، سجد للجعران وسجد للقط وسجد للعجل وسجد للسبع وسجد للمرأة وسجد للصنم، وسجدوا لكل شيء، حتى أن هناك طوائف في الهند يسجدون لفرج المرأة، يعبدون فرج المرأة ويسجدون للبقر. انظر إلى هذا الهراء العجيب، أخذك من هذا كله ودلك عليه بوجود نبي يدلك عليه بشرع في ظاهره تكليف وفي باطنه تشريف. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ونقف عند هذا الحد، لأن الحكم البقية في مجال آخر إن شاء الله نكملها غدا بإذن الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.